نعم نعم نعم. أنتقل لك دكتور عبد الرحمن. أحب أذكر أنه الشيخ العيسى التعليق على مشايخ نحن اليوم. أنا بالنسبة ما يعنيني في هذه الحلقة ما أناقش، أناقش قرار وحديث قاله الملك. يأتي شخص من هيئة كبار العلماء يشكك بطريقة شفتوها في التقرير، هذا موضوع. أنا دكتور عبد الرحمن أود أن أسأل، اليوم في تغيرات قاعد تصير في العالم وليس فقط في المملكة العربية السعودية، هذه التغييرات أيضا الملك منذ فترة يعني في استشراف المستقبل من خلال البعثات اللي صارت من بداية تولي، وأيضا بعد ذلك تجديد هذه البعثات، محاولة تعزيز الطبقة الوسطى في المجتمع السعودي وهذا أمر مهم، موضوع القرارات الأخيرة، ولكن في نفس الوقت في تنامي للرأي المتشدد. يعني حتى لو تكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي اللي فيها صرف شفافية وتعبير، هذه مفتوحة للجميع، حتى تشاهد فيها يعني تنامي للرافضين لهذا التطور أو هذا التحديث أو هذه التنمية. نعم، يعني أسباب تنامي الرأسية نعم. الرأي المتشدد نعم، هو الظاهرة عالمية بالمناسبة. يعني أنت تعرف قبل حوالي شهرين ما حدث في النرويج نعم. أكثر بلاد العالم انفتاحا وتسامحا، وحدث فيها هذه تلك الجريمة البشعة، وكان من يعني يسمي نفسه، حتى هو يسمي نفسه مسيحي وطني. الأصولية عموما والتشدد في العالم وبالذات في أمريكا، يعني يقدر حتى من يصنفون أنفسهم ما بين 60 إلى 70 مليون في أمريكا يصنفون أنفسهم أصولية مسيحية، فهناك تشدد في العالم يعني قد يطول التحديد مسبباته. يعني الأزمات الاقتصادية الحادة، فشل يعني أشرت أنت أستاذ علي قضية الطبقة الوسطى، يعني حدث حتى على مستوى العالم، يعني جزء من الطبقة الوسطى ذهبت إلى فوق وجزء نزلت إلى تحت. والطبقة الوسطى أنت تعرف يعني إذا قسمناها لثلاث شرائح، علوية ووسطى وسفلية، فالجزء السفلي يتوه ولا يدري أين يذهب، فيذهب للتطرف، قد يكون له حل سواء التطرف الديني أو التطرف الوطني القومي أو حتى التطرف اليساري الفوضوي، لأنه يجد فيها ربما مخرج، لأنه النظام لم يستطع، سواء كان النظام بأي بلد بالعالم الآن موجود، لم يستطع أن يحل له هذه الإشكالات الاقتصادية، فيلجأ إلى التشدد أو الفوضى. لا أريد أن أطيل أيضا، ساعد التطرف الديني التطرف الديني عندنا دكتور عبد الرحمن خلطه عجيبة، يعني في طبقة مسحوقة حركية اللي هم الجناح وفي الطبقة التنظيرية اللي هم ترى تعرف في ناس يعني وضعهم يعني يعتبرون في مشايخ مثلا أو ناس عندهم آراء حادة، وضعهم ترى المالي يعني ممتاز جدا. الوضع المالي لا أتكلم عن القيادات أو أتكلم عن العقلية اللي تنتشر، البيئة الخصبة لانتشار التشدد. قد لا يكون عادة زعماء أي حركة في العالم، يعني حتى زعماء حركة العمال يكون ليس من العمال، يعني زعماء أي حركة في العالم عادة من الطبقة الوسطى، وربما يكون من الطبقة المرتاحة في الطبقة الوسطى، وأحيانا يكون من نفس الطبقة، وأحيانا قليلة يكون من الطبقة الأقل، يعني الشريحة الدنيا من الوسطى أو الطبقة المسحوقة، لأن الطبقة المسحوقة لا وقت لديها للتفكير، وهذا يعني تلهث وراء لقمة العيش يوميا، لكنهم هم المادة الخام لانطلاق التشدد والتطرف، عندما لا يجدون مشاريع النجاح، عندما تفشل مشاريع التنمية، عندما تفشل المناهج التعليم في إصباغ التعددية على المجتمع، الآراء المتشددة، ونعود لنفس موضوعنا الأساسي انه زي ما تفضل يعني إذا الشيخ رأي الشيخ صالح الحيدان، هل هو نعتبره متطرف متشدد هذا الرأي هذا التصريح؟ هو كيف نقيس التشدد؟ بلا شك بالنسبة لي متشدد جدا ومتطرف جدا، لكن ليس مهما رأيي. طيب مسبباته، يعني مسببات التشدد مثلا عند الشيخ صالح كيف نقيسه كيف نقرأه؟ عادة أنا لا أريد، أنا سأمشي بنفس طريقة الشيخ عيسى، لا أريد أدخل بالاسم بالضبط، لكن التشدد الموجود الآن مسبباته يعني أساسها الحقيقية الموجودة ثلاثة، هو الصراع القديم والحديث. هناك من يخشى على مصالحه بالضبط، يعني هناك فئة وطبقة تخشى على مصالحها، هناك فئة
وشريحة لم تعرف إلا وجهة نظر واحدة، لا تعرف يعني لم تمارس التعددية يوما من الأيام. نحن نخرج من المدرسة بوجهة نظر واحدة، الإعلام يعلمنا وجهة نظر واحدة في مسألة حلال أو حرام الموسيقى، النشرات التوعية تعلمنا وجهة نظر واحدة. بعد أن أصل لعمري 30-40 سنة، أيا كنت مهندس أو كنت فقيه أو كنت طبيب، لا أعرف إلا وجهة نظر واحدة، ومن يرى يختلف معها فهو باطل وهو سيء ربما. لذلك أنا لا أعرف التعددية، مجتمع لم يعتد على التعددية إلا مؤخرا بعد تغير في مناهج التعليم وفي الإعلام وفي رفع سقف حرية التعبير وفي الإنترنت وإلى آخره. الآن هناك حراك، أنه الحرس القديم ليس بالسهولة يعني يعتد القبول وجهة نظر جديدة وأفكار جديدة، لم يعتد على وجهات النظر هذه. هناك شريحة أساسية في الخط القديم والتيار القديم، هو يدافع عن مصالح الدولة ويدافع عن مصالح المجتمع ويدافع عن الحق من وجهة نظره، هو يخشى، هو حريص على هذا المجتمع وحريص على هذه الأمة وحريص على، هو يخشى أنه الذهاب إلى التقدم نفسه سيؤدي إلى الانهيار، الانفتاح نفسه سيؤدي إلى الانهيار من وجهة نظره. هو ليس فقط يعني متشدد لأنه يحب التشدد والتنغيص على الناس، لا، هو يعتقد أنه ينقذ الناس، لكن هذا اللي لديه. لكن مثل ما تفضل أيضا الشيخ عيسى أنه قد يمثل 1%، يعني أنا أرى أنه يمثل أكثر من 1%، ربما يمثل 30 أو 20%، من الصعب أن نعرف، لكن حسب الإنترنت يعني أنا أقدر أقول أنهم أكثر من 30%. هؤلاء من حقهم مثل ما قال، وكلنا نرى أنه من حق المتشددين ومن حق المتطرفين أن يكون لهم أفكارهم مثل حق أي إنسان آخر، الذي ليس من حقهم أن يحولون التطرف إلى اتهامات للأشخاص. نعم. ليكن أي إنسان لديه فكر ما يشاء، لكن لا يحولها إلى اتهامات للأشخاص، هذه النقطة الأساسية. نعم، يعني كل واحد يحب البلد بطريقته الخاصة. جميل جدا، بالتعددية، هذه التعددية. نعم، التعدد، بس أهم شيء ما يتحول الحب إلى حب من طرف واحد، يعني بين الوطن، وهذا المهم مستقبلا. شيخ محمد، أختم معك، هل يعني ستشهد الأيام المقبلة صراع بين مدرستين زي ما ألمح لها في قبل الفاصل الدكتور عبد الرحمن؟ لو تلاحظ الآن يعني هيئة كبار العلماء والأسماء اللي هي تفتي، يعني غالبيتهم ناس من المدرسة التقليدية، إذا جاز لنا التعبير، هذا ليس تسميتي ولا تصنيفي، معروف هذا الشيء، ولا أعتقد عندهم قبول لوجود الشباب، في الشباب يعني اللي عندهم مثل سي مثلا رأيك ولا رأي الدكتور عيسى، أكيد أنتم عندكم أيضا مشايخ نفس الجيل ومتخصصين في الفتوى، أراهم مختلفة. هل هناك صراع؟ هل هناك أشخاص يمنعون دخول جيل الشباب من أهل الفتوى في هيئة كبار العلماء؟ والله يا أخي، أنا أعتقد الإجابة على هذا السؤال صعبة وتحتاج بحث ويعني استقراء ويعني غوص في مثل هذه المسألة، ولا أعتقد أنها بهذا الشكل. يعني بالعكس، مثل ما ذكر الشيخ عيسى، الرأي الغالب حتى داخل أعضاء هيئة كبار العلماء، الرأي الغالب هو الرأي المعتدل، وأيضا لا يمكن وصف مجموعة من العلماء مثلا بالتشدد أو مجموعة، يعني أحيانا قد تكون تختلف في بعض الآراء أو في بعض المسائل، يعني قد يحرم اليوم ويبيح غدا، لكن هناك سياق عام يعني عند الرأي القديم مثل ما ذكر أيضا الدكتور عبد الرحمن، يعني الناس الذين تعودوا على حقبة معينة وعلى مرحلة معينة، نحن عايشنا هذه المرحلة في بداياتنا وأيام الدراسة الجامعية، فأنا أحد مثلا طلاب كلية الشريعة ومن سبقني ومن قبل، مر علينا أوقات كنا نسمع بعض الأقوال الفقهية وكأنها منكرة وكأنه لا يفتي بهذا القول إلا فرق غير إسلامية، ثم اكتشفنا لاحقا أن هذه المسائل أفتى بها فقهاء من المسلمين معتبرين ومن السلف الصالح، وأن مسألة في يعني الخلاف فيها واسع، مثل الرمي قبل الزوال أو بعد الزوال، مثل إخراج فطرة العيد بالنقود أو إخراجها طعام، هناك مسائل يعني لم نعتد أن نسمع فيها قولا آخر، مثل صلاة الجماعة هل واجب أو لا في المسجد، مثل الحجاب تغطية المرأة لوجهها أو لا، هناك كثير من المسائل مر بنا فترة طويلة ونحن لا تربينا على قول واحد ورأي واحد فقط، ومن رأى الرأي الآخر فهو يعني كأن هناك ميل لتكفيره أو إخراجه من دائرة الإسلام،
ثم اكتشفنا أن هذه مسائل خلافية والخلاف فيها معتبر، وأن يعني فالأمر يحتاج إلى مرحلة من الزمن حتى يعني يأتي من العلماء من يعني تعودوا على الأخذ والرد والنقاش. وإن كان في تراثنا الإسلامي القديم قبل قرون هناك من الجدل وهناك من الاختلاف وهناك ما كان يعني الأمر فيه واسعا بين أئمة المذاهب، لكن للأسف يعني أن طغيان مرحلة التقليد وقلة الفقه في الدين أدى إلى مثل هذه الأمور. نعم، عموما أحب أذكر أنه حلقتنا تنحو منحى التحليل، وأيضا أحب أقول أنه يعني نتحدث إحنا عن قائد أمة الملك عبد الله بن عبد العزيز، فعندما يتحدث أو أحد يحاول التشكيك في قرار أفرح السعوديين أو حتى أغضب السعوديين ولكنه قرار من الملك، يعني لابد أن نسأل ونحلل يعني حتى نكون عادلين، لأنه إحنا نناقش هذه القضايا دائما ونتساءل، فمن باب أولى أن نحلل ونتساءل في هذا الموضوع تحديدا. شكرا لضيوفي الأعزاء القاضي في وزارة العدل الشيخ عيسى الغيث الذي كان معنا من القاهرة، وشكرا للباحث والكاتب الاقتصادي الكاتب الصحافي عفوا الدكتور عبد الرحمن الحبيب، وشكرا للقاضي في ديوان المظالم السابق المحامي الشيخ محمد الجذلاني. أما أنا فألقاكم.